قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوداع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر والتي استمرت لمدة يومين. وأشاد رئيس السيسي خلال مباحثاته مع ولي العهد السعودي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات. من جانبه بعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى الرئيس السيسي إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية له، وأعرب بن سلمان في البرقية عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقاه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. أشار ولي العهد السعودي إلى أن المباحثات بين الجانبين أكدت متانة العلاقات الأخوية المتميزة والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة.